هل يربح العقار في تركيا؟ امتلاك العقارية تعود لكم بنماذج جديدة من زبائنها. أحمد من البحرين اشترى شقة 3+1 في مشروع إسطنبول الثالث بمبلغ 160 ألف دولار بعام 2021. بهذا العام الحالي أعاد بيعها بمبلغ 290 ألف دولار، وبالتالي الربح الإجمالي 130 ألف دولار. يتبع نموذج جديد من مشروع إسطنبول الثالث، نور الدين من الجزائر، بعام 2021 ابتنى شقة غرفتين وصالة بمبلغ 110 ألف دولار. هذا العام 2023 وقبل أيام أعاد بيع هذه الشقة ب 195 ألف دولار، الربح الإجمالي 85 ألف دولار. بعض الفرص العقارية الاستثمارية ما زالت موجودة بهذا المشروع. يتبع هل يربح العقار في تركيا؟ نموذج آخر، وهذه المرة من مشروع بيش ليفنت. حسين من باكستان بعام 2019 اقتنى شقة 1+1 بمبلغ 132 ألف دولار. هذا العام 2023 باعها بمبلغ 200 ألف دولار، مبلغ الربح الإجمالي الصافي 68 ألف دولار. وهي كانت نماذج ربح إضافية لنماذج سابقة. ترقبوا نماذج جديدة وثلاث عوامل مهمة للربح ما تنسوها: متى تشتري، وين تشتري، وكيف تشتري. إلى اللقاء.